الفترة الأخيرة انتشر تسريبات وأخبار كتيرة جدا عن لعبة GTA الجزء السادس. من بعد نزول آخر جزء GTA V في سنة 2013 إلى وقتنا هذا كل المستخدمين منتظرين اللعبة الجزء الجديد وأنا منهم. وسنة بعد سنة بيظهر معنا تسريبات وأخبار جديدة ومواعيد كاذبة عن موعد إصدار اللعبة وعمرها ما بتبقى صح. بس في فيديو اليوم جبت لكم أخبار وتسريبات عن الموعد وعن حجم اللعبة وعن بعض الإضافات اللي في اللعبة هتبقى جديدة علينا وكمان اخبار عن التكلفة الخاصة بتطوير اللعبة. ويلا بينا نبدأ على طول مع ابطال او شخصيات اللعبة. خلاص كلنا اتأكدنا وعرفنا ان هم هيكونوا ولد وبنت، لكن اللي معانا في تسريبات النهاردة نظام الشعر اللي هيبقى بيكبر وينمو بشكل ديناميكي زي كده نظام لعبة Red Dead Redemption 2. والصور الموضحة امامكم دي صور تخيلية وليست رسمية، وانا الصراحة عندي وجهة نظر واغلبكم هيتفق معايا فيها ان لعبة Red Dead Redemption 2 GTA الجزء السادس هتاخد منها حاجات كتير، بحيث اننا عارفين قد ايه لعبه ردد بتقدم جيم بلاي وواقعيه رهيبه جدا. وبعد كده بقى نتوجه لتاني تسريب معانا وهو برضو ديناميكيه، بس هتبقى ديناميكيه في النهار والليل ونظام الطقس بشكل عام زي ما وضحت معانا التسريبات ان هيبقى مثلا في ضباب في بدايه النهار وهكذا. وبعد كده نتجه لتالت تسريب معانا، والصراحه التسريب ده قوي وانا نزلت عنه مخصوص فيديو شورتس على القناه، وهو الواقعيه الفيزيائيه للمياه. والتسريب ده انا بقول عليه من اول التسريبات مش من فراغ، لانه فعلا تم الاعلان عنه بشكل رسمي ان شركة روكستار بالفعل استعانت ب 20 مهندس عشان الواقعية الفيزيائية للمياه، بحيث ان التسريبات وضحت لنا ان الشخصية هتتفاعل مع المية اللي حواليها بشكل كبير وبشكل واقعي في حاجات معينة زي مثلا انشطة من ضمنها ركوب الامواج او صيد السمك. والنقطة دي لو توضح لنا حاجة فتوضح لنا ان الشركة مهتمية بادق التفاصيل. بعد كده بقى تسريب برضو ظهر معانا تكلفة تطوير اللعبة، واللي تعتبر من اعلى تكاليف انتاج الالعاب او تطوير الالعاب في العالم. واللي كان ظهر معانا في الاول ان تطوير لعبه جي تي 6 كان في حدود ال 250 مليون دولار، وصل معانا لحد الان لحدود ال 1 او 2 مليار دولار. ولو ما تعرفش فلعبه جي تي اي الجزء السادس هتعتبر من اغلى الالعاب تطويرا في تاريخ العالم وتاريخ الالعاب كله. ولو انت مستغرب من قد ايه الرقم كبير جدا فده يعتبر استثمار من شركه روكستار، لان الشركه بتفكر صح وعايزه تقدم لنا لعبه تبقى فوق توقعاتنا، ما تبقاش لعبه تقليديه بعد السنين دي كلها من الانتظار. وغير كده كل المبالغ اللي الشركه صرفتها هترجع لها اضعاف الاضعاف. وفي محللين في عالم صناعه الالعاب ذكروا ان اول بس ما يتم الاطلاق عن اللعبه مبيعاتها توصل لغايه المليار دولار في اول يوم بس. بعد كده بقى نتجه لاخر تسريبات معانا وهي حجم اللعبه وموعد الاطلاق. بالنسبه لحجم اللعبه فمتوقع ان هي تكون فوق ال 700 جيجا، بس بعد التسريبات الكتيره اللي احنا بنسمعها دي ففي الاغلب هي ممكن توصل للواحد تيرا او ما تتعداش الواحد تيرا مثلا. وبالنسبه لموعد اطلاق اللعبه ففي تسريبات منتشره وانا نفسي بقول لك بلاش تصدقها، لان كل سنه يطلع لنا تسريب شكل وكل سنه التسريبات ما بتبقاش صح. بس برضو الاحتياط علشان ابقى اديتك كل المعلومات، فالاخبار بتقول ان هي هيتم الاعلان عنها اواخر سنه 2023 وهيتم اطلاق اللعبه بشكل رسمي في 2024. وده طبعا كلام فارغ زي ما ظهر معانا كل سنه يقولوا السنة اللي بعدها هتنزل وما بتنزلش حاجة، ولكن طبعا نتمنى ان يكون الكلام ده بجد المرة دي. وبكده اكون عرفتكم بشكل ملخص اخر الاخبار والتسريبات المنتشرة عن جي تي اي الجزء السادس. مستني اشوف ارائكم في خانة التعليقات، وطبعا ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد.